حنا كنا خدامين عاديين مع السيد العيدي، كنمشيو كنجيو لمدينه ستات. واحد النهار كنتفاجئوا بان كيوقفونا الجندارم كيقول لك باننا راه حنا عندكم الخاوي مع السيد العيدي. وقفونا دابا دخلنا طوموبيلتنا 18 يوم في الفوريان، باقي اللي اهلي عد الساعه ما عرفناش الاسباب علاش، لان حنا كنخدموا مع ستات، كنمشيو لستات وكنجيو. دابا كدوز من السيد العيدي كتهز بلاصه ولا تحط بلاصه في الطريق كيوقفوك كتدخل السيد العيدي. اخوان هاد الوقفه اللي وقفوا هاد القطاع الطاكسي راه ما وقفش حتى الضر، عاد وقف وقفه اللي يطالبوا فيها حاجه وحده، يا اما دار الفوريان في الجهه كلها، واما يحيد على المنطقه اللي تابعه للجهه ديال الدار البيضاء، لانه الاخوان كلهم واحلين في مثلا في سيد العيدي. سيد العيدي داخلين الطاكسيات بزاف، ايوا، والدار البيضاء اللي هنا كلشي ها كيف كيحل عينيه كيتشد الطريق مديونه، ها شارع محمد السادس يتقدى كيف ما بغى، الوقت اللي وقف عليه البوليسي كيخلص مخالفات ديال 150 درهم. ايوا اي واحد زعم ما عنده كسار، ولهذا حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله يا تحط الفوريان في الجهه ككل، يا تحيدوا علينا من الجهه الاخرى، حتى حنا نوليو حنا المخالفه نخلصوها في البلاصه وما يبقاش علينا هاد الحقره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.